وظيفة الإمام والخطيب سادتي إخوتي أحبتي هي نفس وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب التربوي في المسجد، كما قال تعالى يزكيهم. فعملية التزكية واجب من واجبات الإمام والخطيب، حتى قال أهل الدعوة يصفون الإمام والخطيب أو الداعية يقولون ينبغي أن يكون بالنسبة للمصلين السقف المرتفع، يعني في تدينه، في صلاته، في معنوياته، في أمله، في تعامله مع الآخرين، في حله للمشاكل، في مداراته للنفوس، ينبغي أن يكون ماذا؟ يكون سقفا مرتفعا. وإلا لو كان هذا الإنسان ضيق ونحس وقليل خبرة، وشون احنا عندنا ببغداد يقول ما عنده قرصاغ على بقية إدارة المسجد، حتصير مشاكل كبيرة. ينبغي أن يكون هو السقف المرتفع. لذلك الشخصية الثانية اللي نلقيها بكثرة في المساجد مصلين شباب وكبار سن، يا أخي بس يريدك تقول له شي يسوي، هو جاهز للتنفيذ بس ما يعرف شي يسوي، هو جاهز. فينبغي على الإمام والخطيب أو الداعية أن يكون موجها للتنفيذ، لا يبقى أخرس، لا يبقى لا يوجه، لا يبقى لا يتعايش مع الجمهور، وبالأخص جمهور المسجد هو جمهور المؤمنين الصادقين اللي جايين حتى يرضون الله سبحانه وتعالى. فعلى الأقل أقولهم شي يسوون، فأتفق معهم بعض الاتفاقات سواء كانت صحية، مثلا نمتنع جميعا من شرب البيبسي مثلا باعتباره مؤذي، أو الأكل بعد ساعة بالعشرة بالليل. أكو أئمة وخطباء يتفقون ويا المصلين على هذه المسائل، أو يحرك الطاقات الكامنة، وبالأخص عند الشباب اللي هي موضوع الرياضة، موضوع السباحة، موضوع فرق التمثيل، موضوع. ولا يشترط أنه كل هاي يؤديها هو الإمام والخطيب، شي يصير هذا يعني ما يلحق. لكن يستطيع أن يعتمد على ركائز تثبت هذه المواضيع. فشخص يتخصص مثلا في أحد المساجد، كان واحد من الشباب متخصص بالكهربائيات، يقول شيخ أني أفتر يوميا أي قلوب يحترق أو كذا، أني شغلتي الكهرباء، أرجوك لا حد يتدخل بهذا الموضوع. هو تخصص هذا ويحب التخصص مالته، رغم أنه هو مو صغير عمر، يجيب الدرج ويصعد ويبدل القلوب وكذا، هاي تخصصه. شاب متخصص مثلا بالكرة القدم، يلعب الشباب طوبة، يسوي لهم فرق. أحدى المساجد سوت فرق، يعني دورة لكرة القدم مع 10-15 جامع. كل هذا شغل الشباب. المهم أن إذا صارت مشكلة في المسجد، وين العيون تذهب؟ تذهب للإمام والخطيب الناضج السقف المرتفع في حل المشاكل. مو ينفعل ويا فلان وفلان،